كيف نتعامل مع الأشخاص السلبيين في حياتنا اليومية؟ هذا السؤال يأتيني كثيراً، ومن هنا يجب علينا أن نحدد ماذا نقصد بالأصدقاء السلبيين أو الأشخاص السلبيين أو العائلة السلبية حتى التي يتحدثون عنها. فالأسئلة ذاتي كالآتي: كيف أتخلص من التعامل مع زوجي العصبي؟ والزوج نفسه يقول: كيف أتعامل مع زوجتي النكدية؟ الابن يقول: كيف أتعامل مع والدي المعقدين؟ ووالديه بدورهم يقولون: كيف أتعامل مع هذا المراهق الضعيف أو الذي كذا وكذا وكذا إلى إلى إلى. السؤال هنا أن الجميع يتشكى من الآخر، والجميع يرى أن لديه الحقيقة، وللأسف أن ليس لكلاهما أي من الحقيقة. كل يريد أن يبرمج ما اعتدى عليه. فالابن الذي في الجيل الجديد من حقه أن يلائم الجيل الذي هو به، يجب أن يعود إلى العصور الوسطى لكي يلائم ما يقوله والديه. والوالدين أيضا ليس داع لهم أن يبقوا في أوضاع عصورهم ومعتقداتهم وأجوائهم لكي لا يلائموا أجواء الطفل أو المراهق أو الابن الذي بينهم. كما أن كذلك الموضوع ينطبق على الأصدقاء، تستمع قصصا مختلفة، هو الذي أخطأ بحقي وهو يقول هو الذي يخطأ بحقي. ومن هنا روي يتعامل الحقيقة بمن أخطأ وبمن لم يخطئ، وكيف أتعامل وكيف لا أتعامل. هنا يبدأ الموضوع بكيف فهمت وكيف هو فهم وكيف يرى الأشخاص إلى أنفسهم. هل هنالك حقيقة داخلية تقول أنه هو المخطئ، أم أن هنالك برنامج عقلي يجعلك ترى أنه هو المخطئ؟ حتى نحدد هنا، رؤية من هو المخطئ ومن هو المخطئ هو مجرد عامل اجتماعي. اليوم هو أخطأ، غدا أنت تخطئ، أنت تفرض رأيك هو يفرض رأيه. وما أحاول أن أعلمه دائما في هذه القناة وأن أوصله لكم هو أن تدركوا أنفسكم بدل الإدراك العالم الخارجي. البشر متقلبة المزاج، اليوم يحبوك غدا يكرهوك. والدتك إذا أتاها أمر مفرح سوف تعطيك ما لم تعطيك من قبل، وستحبك وستعطيك كل الإيجابيات. بمجرد أن تحدث لها عكة في الحياة ستخلط الحابل بالنابل على المنزل بيجمعه. مشاعر الناس متعلقة بالعقل وبالسعادات وبالنزوات المحدودة، فليجب عليك أن تسخر أنت حياتك لمزاج الأشخاص الذين هم من حولك. من هنا يجب علينا أن ننظر أن عاملك أنت الأساسي هو الذي يدرك الوعي الخارجي، وعيك هو الذي يرى ما يرى. فليجب عليك أن تربط نفسك بأي شخص كان، إن كان صديقا فدع علاقتكم بينك وبينه بنمط الحب الغير مشروط الذي تحدثنا عنه، وإن كان من النوع الذي يريد أن يفرض فكره عليك فلك حرية الخيار بأن تنهي علاقتك به، وهذا لا يعني أنه شيء سلبي أو شيء إيجابي. وإنما أحيانا إن كنت واعيا فكريا وتدرك حرية الخيار وترى شخصا لا يزال يعشش بداخل عقله العش القديم ونوع فرض الآراء، فهنا من تمام العدل لكيانك ولحبك الغير مشروط لنفسك وله بأن كل يسلك طريقه، وكذلك في مسائل الحب أيضا. فلا تقزم نفسك عليه كيان آخر في الأرض، أنت أخذت هذه التجربة لنفسك. هذا الجسد جسدك، نتائج وعيك يعي أن هذا الجسد عقلك بدوره هو الأساس. لا تحاول أن تجعل أي شخص يعكر مزاجك، وأقول هذا الكلام ليس لكي نردده شفاهيا، يجب علينا أن نشعر به داخليا. ومن هنا كان لزاما علينا أن نعيش في العالم الداخلي ونفهمه بدل العيش في العالم الخارج التي كلمة ترفعنا وكلمة تعود بنا إلى أسفل السافلين على الأرض. أيا من كان من حولك، والديك، أصدقائك، كل لديه فكرة وكل يغني على ليلاه، وهذا لا يعني أنهم صائبون. لن أعطيك كلاما تعودت أن تسمعه وأقول لك نفذ بدون أن تفكر، فأنا هنا أساعدك على فساد الذات وفساد التطور الذي بداخلك، وهنا أعينهم على أن يدمروك. فهنا أقول لك أن لا أحد يفهم من أنت إلا أنت، ولكي تفهم الأعماق التي لا تزال مجهولة يجب عليك أن تعيش بداخل نفسك وأن تهتم بنفسك. لا تقل أنا أهتم بأبنائي أكثر من أهتم بنفسي، فهنا من الواضح دمار الذات. كيف تهتم بأبنائك وأنت لم تهتم بنفسك حتى؟ ليست الحكمة في أن تنجب أبناء وتقول أنا أب الآن أستطيع أن أتعامل، بل أحيانا عدم إنجاب الأبناء من الحكمة، على الأقل أن تطور نفسك وكيفية التعامل معهم بدل ضخ
ما بداخل عقلك الذي تعلم أنه لا يعطي ولا أي نتيجة، بل لم يغيرك أنت حتى، فلعل فتعطيه لأبنائك فقط لأنه نمط اجتماعي، وتعلم أنه يؤدي إلى دمار الذات. كمفهوم كن متفوقا، كن أنت الأول، انجح أنت الأول، احصل على درجات 20 من 20، احصل دائما على بلس اي، احصل دائما على، أنت لم تحقق أي من هذا، فلا تحاول أن تزرع أمانيك التي لم تحققها في كيان للتو ولد وفتح عيناها على الكون. بدلا من ذلك كن متطورا روحيا داخليا، واجعل الحقيقة تتحدث والحب الغير مشروط أن يكون في داخل كيانك أنت. ومن هنا يمكنك أن تقدم النصيحة، ومن هنا يمكنك أن تنجب كيانا على الأرض. ليس لأن أمي تريد أن تراني أتيت بطفل، أبي يريد أن يراني يشعر أنه جد، لا تضع طرفا ثالثا ضحية بين يديكم وهو الابن الذي ربما يدخل في نطاق برمجة يدمر ذاته. فبدل أن ننظر إلى كيف نتعامل مع الأشخاص الآخرين، بمجرد أن ندرك أنفسنا من الداخل هنا تتكون الحقيقة، وهنا لا نحتاج أن نغير ولا أي إنسان على الأرض. كل مكان له فكرة، كل إنسان له فكرة، وليس لك القوة الكافية لكي تغير كيانا آخر عن طريق فكرك إن كان هو رافضا ذلك. ومحاولة ضخ فكرك له لا يعني أنك على صواب، ورفضه هو ذلك لفكرك لا يعني أنه هو أيضا على صواب. فإن كنت تقول حقيقة لم ترضي حتى الفكر والعواطف، لربما جعلت الأشخاص الآخرين يفكرون فيما تقول لأنه جزء من لمس الحقيقة الداخلية بداخلك، ليس مجرد كلام يقال في النمط الاجتماعي ونردده بدون أن نرى فيه ولا أي نتيجة. نعلم أننا لا نرى فيه ولا أي نتيجة ولكن نردده كمفهوم النجاح والتفوق. بمجرد أن أقول النجاح في أذهان الأشخاص يأتي المال، أي نجاح المال، وإنما النجاح رقم واحد هو نجاح التطور الذاتي الداخلي. وهنا لا أقصى أي من مفاهيم التطورات الأخرى أو تطور الذات أو هذه التنمية البشرية، لا أقصد من أي من هذه، فنتحدث عن شيء أعمق، لا نلعب على السطح هنا. حتى مفهوم الحب، قبل أن تحب يجب عليك أن تحب نفسك أولا قبل أن تحب كيانا آخر. إن لم تحب نفسك أولا حبا غير مشروط، فلن يتجسد الحب الغير مشروط في إنسان آخر، بل ربما يسبب دمار الذات هنا لنفسك أنت وللشخص الآخر. فلا تحاول أن تحب غيرك قبل أن تحب نفسك. ومن هنا سينتج مفهوم التعلق، كيف لك أن تتعلق بإنسان آخر إن كان حبك غير مشروط ومحبا لنفسك؟ فهنا أنت ضائع غير موجود. لهذا السبب وجدت إنسانا آخر فضخيت به كل الحب المشروط، وهنا وجدت أن الحياة قد انعدمت أمامك وتنفتح فجأة إذا كان الشخص الآخر موجود. ولعدم فهم الناس لمثل هذه المفاهيم العميقة التنويرية قاموا بوضع مصطلحات أخرى لكي يضعوا أي إجابة فقط، أكيد سحرت له، أكيد قامت بسحر له لهذا السبب هو هكذا. أكيد هذه الإجابات السطحية واللعب على السطح لا يعطي ولا أي إجابة، قد استخدمت على مدار فترة من الزمن. العالم الداخلي هو أساس الكون نفسه، فلولا وعيك لن تتمكن أن ترى ما ترى. حتى وإن كان الإنسان أعمى ولا يرى أي شيء خارجي، فلا يزال يعي أنه موجود. فالوعي هو ليس العيون ولا الأذنين، هذا من مجال الإدراك، والإدراك من مجال العقل. فأسمع كلمة التنوير تستخدم في كثير من المجالات، في المجالات العلمية، في المجالات هذه، وأيضا يستخدمون كن واعي. الوعي بأي حق أن تتحدث عن هذه الأشياء بمفهوم العقل نفسه؟ فلهذا السبب نسمع كثيرا من الأشخاص يتحدثون عن أوضاع إيجابية وحب جميل وهم لا يعيشونه بداخلهم، مجرد كلمات تقال. الكثير يغني بالحب ولكنهم لا يعيشون تجربة الحب الحقيقية الغير مشروطة. وهنا الحب سيكون مجرد قصة ورواية نتحدث عنها ونتغنى عنها، ولكنها لا تزال في كتاب لم تتجسد بداخل ذواتنا. ومن هنا الطريق شاقة، من هنا الطريق عظيمة في نفس الوقت بدل صعوبتها.
سنتمكن من فهم جميع كثير من الأشياء. أيا من كان الشخص الذي حولك، عائلتك، أصدقائك، أيا من كان، هم أيضا مجرد أشخاص يخوضون تجربة مثلك. وإن أردت أن تطور نفسك فهذا يعني أنك ستتناغم مع قوانين الكون، لأنك تعيش بداخل الكون، ليس الكون هو الذي يعيش بك، فأنت الذي تخضع للكون، أنت الذي تتأثر بقوانين الكون كالجاذبية، كعمل جسدي أو فيزيائي يتحدث هنا. فالاهتمام برأي البشر متقلبة المزاج ومتغيرة، حتى وإن رأوا أنك جاهل أو تقوم بأشياء غبية بالنسبة لفكرهم، هذا لا يعني أنهم على صواب. وعندما أقول لك ذلك لا يعني أي شيء تحفيزي لك، وإنما أريدك أن تدرك هذه التجربة الحسية بداخلك، وتدرك فعلا أن ما يقولونه هو فقط مجرد كلام وفكر ليس نابعا من وعي نهائي. فأغلب الحب المشروط ووضع المفاهيم، إن كان فكرك تنويري فأنت لست بحاجة لأن تفرضه على إنسان آخر. إن كان فكرك تنويري لا تحتاج بأن تضعه في الشخص الآخر بالقوة، فالفكر التنويري لا يحتاج قوة، بل سيقوم بلمس أولئك الذين قابلين لطريق التنوير، وسيكون كابوسا لمن يعيش في عالم الانحطاط الذاتي. ومن هنا أنت لست بحاجة لأن تغير ولا أي إنسان على الأرض، ما دمت تعيش التجربة الحقيقية والانغماس في الحب الغير مشروط والوعي التام، فأنت لست بحاجة بأن تغير ولا أي إنسان. إن كنت تعيش في السعادة، لماذا يجب عليك أن تغير الناس؟ تغير الناس لمن أراد أن يتغير وقبل ذلك، قبل أن يتغير فلك الحرية هنا أن تعطيه، ولكن إن لم يقبل فلا تعطيه، هو رفض أوريدي. وأحيانا يرفض أن يسمع، يريد أن يشعر بالأمان مع دمار الذات، خوفا من المجهول الذي ربما سيذهب إليه، وهنا العامل العقلي سيوقفه، وحلقات دوائر التنويريين والمواضيع التي تنغمس في ما خلف العقل هنا لن تكون سهلة للجميع. فئة قليلة جدا تكاد تفهم هذه المواضيع. ومن هنا أكررها مرة أخرى، أنت لست بحاجة أن تغير العالم، كما أنني أتحدث معكم هنا الآن مع فئة طبقة فكرية معينة تود أن تصل إلى نقاط أسمى. ومن هذا المنظور ربما ترون أنا قليل من الأشخاص هنا في القناة، وهذا أرى فيها الروعة، قليل من المتنورين خير من مجموعة تشاهد بدون أن تفهم. فلا تهتم لمن يقول لك أنت غبي، أنت ذكي، انظر إلى ابن فلان، قارن، مقارنة، أي من المنظورات الاجتماعية، وهم لا يقبلون أي مما تقول. أعلم ذلك واستطيع أن أتفهم ذلك، أفهم ما تشعر به، ولكن هنا أود أن أقول لك عن أمثال هؤلاء. أتعلم أصعب شيء يمكنك أن تواجه إنسان جاهل وواثقا من نفسه؟ هذا فيروس، ابتعد عنه، فولا يعلم أنه يعيش في دمار الذات، ولا يعلم أنه لا يعلم، وفي نفس الوقت واثقا من الشيء الذي لا يعلمه. ومن هنا احذر احذر احذر، وعد إلى الذات من الداخل واعمل عليها هي، وهنا ستتناغى مع قوانين الكون الثابتة، ومن هنا ستنفتح لك الأجواء الخارجية وستفهم كثير من الأشياء. التعلق بالبشر كالتعلق بالنوم، نحب النوم ولكن لا نعلم ماذا يحدث لنا أثناء النوم، ندخل في حلم، وحتى إن كان الحلم غريبا بالنسبة لمن أراه نصدقه الحلم الذي نحلم به، وندخل في الأجواء الخاصة به، وهذا قد يفتح لنا موضوع آخر نتحدث عنه على ما أعتقد.
لا تهتم لأي مما يقولونه في العالم الخارجي، اهتم بالعالم الداخلي، وهنا العالم الخارجي سوف تراه بمنظور مختلف. كمان أنا نتحدث عن الوعي، من علامات ارتقاء الوعي الواضحة جدا هي رؤية اختلاف العالم. ترانا الأشخاص يركضون في الصباح، تقول لي ما يفعلون ذلك؟ لما هذا؟ ترى هذا يشتكي في أعماله وغير مهتم بنفسه، تقول لي ما تفعل ذلك؟ أعلم أنها من علامات ارتقاء الوعي ومعروفة جدا، وربما ارتقاء الوعي البدائية في البداية. فمن هنا تكون قد فهمت كثير من الأشياء، واستمر في هذا الطريق فهو الأساس، ولا تحاول أن ترهق نفسك بكثير من التفسيرات نتائج ارتفاع الوعي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد فتح عيونكم. شكرا جزيلا متابعيني الأعزاء، سلام.